الله يصلح الحال والله يهونها، الله يفرجها يا جماعة أحسن من كل حاجة. هام، تحياتي من أفغانستان، كل احترام لإخواننا في أفغانستان، الله يديكم ألف ألف عافية. إيه مريم، والله منور، أعوذ بالله. إيه آسف، سفاح البغداد تاني، خلاص خلصنا الموضوع. إيه أبو الليث، مو لهالدرجة، شنو أني غليظ؟ محب غزة، اسمح لي يا غالي أن أغادر الباس، كل احترام والله أخوي محب غزة، تصبح على ألف ألف خير أخوي. أنا والله نفسي كمان بدي أحاول أقفل الباس إن شاء الله تعالى، بس بنتظر إنه تصل الميزة تبعت، شكرا إن شاء الله. هام، تقدر تشارك واتساب مالتك؟ أم مريم، والله أغلبك الجوال نص دقيقة بس لو سمحتي بسرعة. على فكرة بتكلمك منال، منال هي الداعمة لكل الفيديو اللي انت شايفاه في الأغلب. فتواصل معها، طبعا كل احترام إلها، الله يجعل رب هيك في ميزان حسناتها. بخصوص الواتس أب يا سيدي العزيز، تكرم عيونك، هذا هو الواتس أب، راح أضيفه قبل ما أخلص الباس المباشر. طبعا هذا هو، أنا ضفته من حساب، إن شاء الله يبين. بس ما بظنش راح يبين من حسابك. صح، ثواني ادري بالك. تروح تجهزي لي العشاء؟ ماشي. على فكرة أنا عدلت الاسم تبع القناة تبعتي واللوجو والأجواء هذه، حاولت أغير شوية. إيه هوبي، بدي تحفظ الرقم عندك أنت وبغداد، حاولوا تخلوه موجود دايما عندكم. طبعا هذا الرابط تبع رقمي يا جماعة، تمام، هذا هو، هذا الرقم تبعي، لو أي واحد بطلب منك الواتس أب احفظ https نقطتين سلاشين wa.me، بعدين بنحط شرطة، بعدين بنحط رقم الجوال دولي، رقم الجوال دولي على أساس الناس تقدر تتواصل معك عادي. لو بعته لأي واحد بدخل على الواتس مباشرة من خلاله، تمام. هو بيحفظ الرقم، الرابط نفسه بكون أفضل إلك بكتير، بس اكتبيه صح. طبعا هذا الرابط يا جماعة بيدعم الواتس أب العادي، مش الواتس أب الماسنجر، في الأغلب العادي حسب ظني. طيب على العموم، الله يهونها والله يفرجها، وكل احترام لكل الناس. محمد الجزائري حبيبي، الله يحميكم، كل احترام والله. بغداد، وهذا أحلى، مو صح؟ هذا بغداد. أما سفاح النساء أو سفاح بغداد، هذا بخوف صراحة. طيب المهم، أنا عليكم السلام حبيبي يا عم عاصم، الله يرضى عليك يا رب. يا الله، إن شاء الله أتصل بك من أفغانستان، إن شاء الله تعالى أخويا من أفغانستان، كل احترام لك، إن شاء الله تعالى بكرة على تواصل، إن الله أحيانا. بوكيستا، السلام عليكم. عليكم السلام، الله ينصركم ويثبت أقدامكم، اللهم آمين يا رب. بغداد وتمام سعيد، كل احترام لك أختي. طبعا يا جماعة تصبحوا على ألف ألف خير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أنا أعتذر لأني خليتكم تطولوا لهذا التوقيت في البث تبعنا، بس هو الإنترنت بكون أسرع في الليل، وصراحة في النهار في الأغلب أنا بكون مخنوق من الدنيا اللي أنا عايش فيها، فغصبا عني لما باجي في الليل، لأنه في النهار أنا بتهرب من الواقع اللي أنا موجود فيه، فياريت والله تسامحوني، حقكم علي. مسلم سني، ممكن أترك البث، محتاج أنام شوي عشان الفجر. حبيبنا سعيد، مسلم سني، الله يعطيك ألف ألف عافية، وكل احترام لوجودك يا مسلم سني، أنت بالفعل بإمكانك ترتاح. أنا خلصت البث أساسا، فأنا بدي إياك أساسا ترتاح، أنا اللي بطلبه منك إنه ترتاح أخويا. طيب الله يجعل رب في ميزان حسناتك، كل دقيقة ضيعتها معانا، فكل احترام لكل الناس الطيبة. عاصم الغويني، سعيد أنت حبيب الجمهور، الله يسعد قلبك يا عم عاصم. بغداد، وبالعكس بعد وقت يا سعيد، بعد وقت، كل احترام أختي.